مفاجأة لنا محمد، تشاهدوا المزيد من التفاصيل. طيب، هذا الفيديو مع اليوتيوبر شيرو اللي قام بوضع تعليق على بوست خطيبته شاهد مبارح. علق شيرو على البوست بجميلة الجميلات، وهذا كان رد شاهد على شيرو. نمر إلى سارة الورع اللي نشرت ستوري على صفحتها بالإنستغرام، كشفت معاناة غيث مروان لما يصف سيارته قدام الجيم. بس إنه ماشي حالة. والله طيبة، والله كفو. أنا بالعادة بحط كريمة مع الباستا، بس غيث ما بقدر لأنه معك بتجع إذا حطيت كريمة. بس والله مشان هيك ما حطيت كريمه. نمر الى لانا اللي تفاعلت بستوري كمان على الانستغرام، حكت انه هي اجاها عطر هديه مكتوب عليه اسمها. اترككم على اللقطه. بدي اوريكم مصطفى شو جاب لي. جايز، في هذا العطر انا من زمان بدي اياه. بس اوريكم شغله احلى، شوفوا اسمي.